طبعا ماشي كل الدعوات يعني كتحظى بالقبول. حاجه عادي انه يكونوا الناس اللي ربما كيبان لهم هذا التمرين اللي هو تمرين او اخر المطاف تمرين لا بالنسبه للمسائل لا بالنسبه للمسايع لا فكره راه حتى المسائل راه كيكون في واحد الوضع اللي خصو يكون منتبه وكامل التركيز ديالو في اللقاء اللي فيه الكلام على الحرفه بعيد على كل ما هو شخصي. وانت كتعرف بانه المواعيد اللي فيها الشخصي فهي صارت كتناسلات وتكاثرات بواحد الطريقه كبيره. كاين الناس ولكن فئه قليله جدا اللي ربما مازال عندها تردد، وهذا التردد هذا كان عنده مبرر مثلا في البدايات لانه الانسان كيقول خصو يعرف. ولكن كنظن من بعد مرور واحد سنتين ونص ثلاثة المواسم تقريبا كنظن بانه الامر بان لانه تمرين صحي. وغالبية الفاعلين ما كان بكل صراحة دابا ما كيتحضرنيش اسماء كثيرة اللي رفضت، ولكن من المفارقات هو انه المسؤولين على القطاع كيكونوا اول ناس اللي كيلبيو الدواء، وهذه كتحسب ليهم. يعني اذا هاد الناس فهموا بانه هذا تمرين ماشي الهدف منه احراج الاخر او تجريح، بالعكس الهدف هو انه مساءله صحيه على الملاء. وهم عارفين بانه المسائل فهو شخص اللي تكون في المجال، وبالتالي كما قلت لك الاسماء غالبيه الاسماء الفاعله في القطاع فهي كلها حضرات. كتبقى اسماء اخرى كاين نخلي ليها الوقت باش تزيد تفكر، وماشي زعما ماشي مشكل اذا كانت هناك اسماء ما تبغيش تحضر. فانا كنحترم الاختيارات ديال كل انسان. كاين حتى الانسان اللي ما عندوش القدره على انه يجاري النقاش بديك الطريقه هذيك او التكوين ديالو كيكون ماشي سليم. فانا كنتفهم بانه ما كيبغيش يحرج نفسه، خصوصا انه راه كطلع على الملا الناس كلهم كيشوفوا، خصوصا انه التمرين اللي كيبين المستوى ديال الضيف. ممكن تمشي للمواعيد اخرى اللي كنحترمها، ولكن صعيب باش تعرف المستوى ديال الانسان. الاف بي ام ثق بيا من بعد ما مر من 30 ل 52 دقيقه فالضيف ماشي كيما كيدخل كيما كيخرج. وكاين الناس اللي كانوا كتومين، ناس كيغلب عليهم الطبع ديال الخجل، ولكن تفاجئنا بالمستوى ديالهم اللي طلعوا. كيبان بانه الناس اللي تكوين سليم وماشي مترامين على هذه الحرفه هذه. وكاين ناس اخرين كما قلت لك اللي ربما مازال كيحرجهم هذا النوع ديال البرامج. فانا كنتفاهم ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. شكرا. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الان.